تحت يعني مش بالحال على الشاطئ تجيب الاغراض. انا صار عندي فضول فوت هون، لما ما بصير بس انه يعني انا فضولي زياده عن اللزوم. والله فيها ماي، هيك ايام زمان تتذكروا لما كانوا يجيبوا الماي من هون من هذا البير، شكله كتير حلو. يا سيدرا متباردة يا انه هي ما بعرف شافت حدا، والله ما بعرف لانه المفروض هو اقرب من هيك. وينه اختي؟ وينه؟ احنا هنيك على فكرة شايفين نحن هنيك الشاليه تبعنا والبحر هون، يعني كتير قريب. عم بس نطلع من هون من فوت لهون بكون وصلنا، يعني ما في كتير مسافة. والمسبح والدي جي والسهرات المساء كلها يعني أجواء خرافية خرافية. وعلى فكرة الشاطئ نظيف وهادي. راجعة شايفين الهويات؟ رجعت اطمن عليك. عم تغسل يمكن بس خلصنا سباحة لليوم. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحمم نتجهز، ورانا تجهيزة طويلة بعد الحمام ونروح نتغدى. ما بقى مشتهية سمك، مع اني انا مو صاحبة مع السمك، بس خلص مو هيك اجواء بحر وساحل، وبالساحل كتير طيب انكم تاكلوا سمك، يعني اهل السمك انه بحر يعني شيء طبيعي. من الطنجرة للحنجرة، يعني من البحر للمعدة يكون فريش. يا سلام، بتعرفوا يعني انه حفطنا ورحنا على البحر بس السباحة بتجوع، وضلينا هي انا وسيسي ما بدنا نسبح هيك كتير عساس، ضلينا شي ساعتين ونص انا وسيسي، بس كتير كتير استمتعت كتير عن جد، يعني من قلبي من صمصوم قلبي. خلصت شاور انا وسيسي، شو بدي اعمل هلا؟ اشوف المناكير مسبحت بالماي ولا مش اشر بدي امسحها. حسيت هيك منظرها غلط، حسيت انا مستغرب عم تبرد مكيفات، بس حالي بدي امرض انا لانه برد وعم بطلع لك برا الجو مو برد يعني. بس هذا مزيل المناكير كتير كتير زيت انه بيدبق بايدي. اوكي هلا شو لازم اعمل؟ لازم حاسوي المناكير، اشيل المناكير وبعدها بدي نشف شعري واعمل تعديلات ما بعد السباحة. عشان بدنا نتعشى كثير بجوع، كثير بجوع بس نسبح. عفوا انا كان بدي اجهز حالي اني نشف شعري، تخيلوا ما نشفت شعري بس نشفت غطي على السريع، لانه نحن وصينا على الاكل بالمطعم ما توقعته يجهز، ما توقعته يجهز بنص ساعة. اتصلوا فيني بالمطعم قالوا لي الاكل جاهز، انا احنا طالعين بس سيدي صار جاهزه. نتغدى فينا نقول وبعدين برجع بكمل. بشم شعراتي قبل شي شعراتي نشفها. يلا صلي ساعه بالله. يلا يلا شو هيدا شو هيدا شو هيدا يلي اول بسي هالبيضه. يلا يا مامي بنطلوني قديش طويل علي، شايفين؟ بس ما لقيت مقص فاضطريت اطلع فيك عادي. انا هذا عندي اياه مفضل، كثير بحب هاي الاجنحه انا. هلا هذا المندي بدي اغدره غدره غير شكل. مهم الشيء الجارليك صوص. جابوا لي صحن صحن كامل صحن كامل.
هي طبيعة المي اللي عم بتبخ. فسيدرا كانت ماشية هنيك وهي بتلف، فبمشيت سيدرا عم لفت كليات عليها. لا لا، فاللي هنيك بيطلعوا لبرا يعني على الجهتين. الله، بس بحط خليل الماء. يا سلام، ما في داعي نتطرش ابدا. لما خلصت غدا وأمنت على بطني، لانه انا اذا جعت ما بعرف ركز. رجعت لانه القعده برا يعني المطعم تبع المنتجع برا قريب، فضلوا برا هنا. لما رجعت كرمال كمل نشف شعري، عدل شعري، وغير هيك بدي حط هيك يعني شوية مكياج على الخفيف. راح أبلش أول شيء بوشي، نعمل شيء خفيف لأنه لما بتغيب الشمس الجو بصير حلو، بس بكون في شوية رطوبة، بس الرطوبة يعني بتتحملوها عادي. فهمتوا علي؟ مو انه اوف ما فيكم تقعدوا، لا لا لا، الجو حلو مع النسمة. يا سلام على القعدة. عم دور على الكونسيلر، هاي البودرة حبيت لما حطيت الكونسيلر اليوم، حطيت فوق البودرة فحسيتهم ثبتوا. بس لوين المفروض تكون حاططها؟ يعني ما خرج اني انا روح لعنده وما خرج اني اتصل فيه. عليكم لقيته. اوكي هذا رقمه. لا هذا يمكن القديم، لا لا الجديد 22. بس على فكرة هذا مثل ما قلت لكم انه كان المفروض جيبه 18 مو 20. حسيت على لون بشرتي. شيء على السريع. أحلى شيء حط هلا البودرة بعد ما حطيت الكونسيلر كرمال يثبت الكونسيلر. شايفين عم بعطيكم شيء ترجعوا لعندي. أنا حسيت بدي أحط بس كونسيلر يعني ممكن تمتص البشرة، ولكن أنا حاطة شيء خصوصي إنه الكونسيلر يعني لونه قريب أو نفس الدرجة يعني تبع بشرة. صعبة تكسروني، صعبة أنا أسست اللعبة. أو حاسة صوتي عم بيروح عن جد. رح نحط بلاش. وين البلاش؟ أنا بضلني هيك أدور وراها لسيدرا. بس فهموني، بس فهموني يعني. اوكي الجود من الموجود، هذا اللي لقيته موجود بس كتير زهر. هاد شو بعمل هلا؟ قول هو قدامي وانا ما عم شوف. بس هلا لا بعرف اشي. خلص حط من هذا. شوي على كسرة خدودي. هيك حاعمل هذه الحركة انه انا
بما انه اليوم هيك بحر واجواء اساس محلو من الشمس هيك ببين هو مو اساس بس هيك بيحيي حط الاضاءه وحكت الاضاءه بما انه هيك ليل مشان اضوي مشان خدودي يضو هلا شو بنعمل حط جاي شوي ارفع حواجبي ارفع الحواجب شوي انا شفت سيدرا رافعتهم ونحن عم ناكل كتير لا بإلا بس المشكلة انا قصة حواجبي فقصار مفروض ما كنت قصهم هيك مشيتها خفيفة لا هون بالمرة أنا ما بقى أصلاً كتير هذا هو الحوار جبت لي يا سيدرا ما فاضي يعني فيه بس نوعا ما بدي اجيب واحد تاني انه هذا كتير حبيته عادي حبيت بالجوال انا ما عليكم ليش عم عذب حالي؟ كثير عم عذب حالي هيك عجيب علي خصوصي انه حواجبي يعني عشان يكون في شوية تركيز لانه انا حاجبي لما بدي اسوي او الايلاينر او اني اذا بدي احط مسكرة لازم اكون منكزة شايفين صراحة هيك بكون خلصت باقي اخر لمسه اللي هي سيروم الشعر وسيدرا صبعتني يمكن دقت لي شي 3 مكالمات يعني اكيد مو مشاني لانه موبايلها حيخلص شحنه والباور هون عندي قالت لي جيبي معك مشان تشحن موبايلها رجعت اتصلت لي قالت لي على فكره يعني على فكره شو صار معك يعني موبايلي حيخلص شحنه تلاقيه ويخلص يعني ويخلص شو اعمل انه انا شو اعمل اذا خلص شحنه يعني شو بتحبي اعمل لك يعني ما خلصت بس لا لك ها خلصت السيروم عشان احس هيك انه شعري ينشف او شيء كيف خلص هيك فيني عود اطلع لانه انا هلا راحت معي لقيمت لارجع لهون في السهره برا الجو كتير حلو اوكي نحتاج بمحل فساتين في موديلين هلا فيها شكل البطيخ يا سلام أسوأ شايفين شايفين يا سلام على الترتيب يا سلام على المنظر سلام على التلج هن هون باللاذقية بسموا جبس عندهم البطيخ جبس نحن بنقول له هذا البطيخ الأحمر وعندهم البطيخ اللي هو هذا الأعون شايفين
مين شايفين هلا هون نحن حنبلش مع عاليات. يلا انا اسرع اللي بعده يعني انا المفروض على اساس اخذ السريعه. يلا سيسي اطلعي. كيسي كيسي يا الله دصلي ما طلعت. ليش ما حاطه لي حزام؟ ليش ليش شوفي مامساتي شو عم بيصير معك؟ وانت حتطلع معنا؟ ليش ما حتطلع معنا؟ ليش ليش هيك نفسيه؟ هي شعري وي يا الله بس اشتغلت لك بعد يا ربي شو ضحكت. انا شفت سيارات بس مو هيك لحالها بتسوق لحالها لك بقى. بدي لا 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 ما حدا يقرب علي انا ما حدا يقرب علي. كيف هيك لك بدي لك علقت علقت. اوكي كيف لو ايوه يمين ويسار عم بيقولوا لي اوكي ليف خلص وي ما حدا يفوت فيني ما حدا يفوت فيني ايوه يا خلصت الدورة. ليش خلصتوا لي الدورة؟ يا رجعت اشتغلت. تبعتي لساتها شغالة؟ تبعت اسراء وقفت ما بعرف شو صار لها. الله وينك انت عم تناديني؟ ليش وقفت تبعتي ما وقفت؟